بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة ازاي نعمل تيبل في الاكسل. وهو قال لك المشروع بتاعك انك تعمل قيم اكس واي، 6 قيم اهوت شوينج 6 اكس اند 6 واي فاليوز. 6 اكس بعمل اكس الاول هنا، ادي اكس اهي اكتبها في النص واكتب جنبها واي. هو عايز كده، عايز 6 قيم، يبقى انا سطر جدول ادي 1 2 3 4 5 6 صح كده؟ اندو تروا كاتر ساين كسيوس يبقى 6. وبعدين اعمل ايه؟ اقول له والله تعالى كده اعمل لي سطرهم خلاص. وبعدين اعمل برواز كبير بره اسود تقيل كده، وكمان برواز كبير هنا، واخد الاكس اعملها بالاصفر، اعملها بالاصفر، والواي اعملها بالاخضر. ايوه ايوه لازم نتعلم الحاجات دي. طيب الاكس كام الفاليوز؟ هقول له مثلا ايه؟ لازم يعمل لهم ايكويشن. هقول له الاكس بتبتدي من 0 1 2 3 4 5، خلاص هم دول 6 فاليوز ماشي بتوعي. وبعدين اقول له ايه؟ هتكتب الايكويشن، اقول له دي بتساوي ايه؟ الواي بتساوي ايه؟ هقول والله هنخلي الواي تكون ايكويشن تجيب الايه؟ الايكويشن بتاعتنا. نازلين كده الاول بالكلام ده هنا عشان الايكويشن تبان اهوت، وبينت الايه؟ الايكويشن بتاعي بالمنظر ده. تعال نشوف. هقول له تعال نشوف الاول الواي، نكتب هنا في الفانكشن نقول ايه؟ دي تساوي الواي، يعني بتساوي ايه؟ بتساوي 2 تايمز اكس بلس 5. اي ايكويشن هو قال لي كده خلاص عملتها. وبعدين اقول له سطرها لي، دي تساوي نفس الكلام كوبي كنترول سي كوبي، واقول له هنا بيست فورمولا، بيست سبيشال فورمولا، خلاص عمل لي الفورمولا. هل دي صح؟ دي مش بيست فورمولا، دي بيست فاليو، بيست فورمولا هنا، 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 بيست فورمولا. خلاص انا كده خلصت الجدول بتاعي. اي قيمه من دول هي عباره عن 2 اكس بلس 5. خلاص خلصنا كده. بعد كده عايز ايه؟ ايدنتيفاي اندبندنت فاريبل اند فاريبل اندبندنت، اقول له ايه؟ اكس اكس از ذي، مين اندبندنت ومين اندبندنت؟ از ذي اندبندنت ايه؟ اندبندنت فاريبل، فاريبل هي الاندبندنت فاريبل، خلاص اندبندنت فاريبل. هي مين الاندبندنت فاريبل؟ هي الاكس، هي الاكس هي الاندبندنت ايه؟ فاريبل. نخليها كلها كابيتال احسن عشان احنا نقول كابيتال فاريبل. مين الاندبندنت فاريبل يا محمود؟ اللي هي مين؟ الاكس فاريبل. تمام. طيب واي، واي از ايه؟ يلا dependent. Y is a dependent variable. لو ما نكتبش كتير. طيب وبعدين في ايه تاني؟ بقول له ده كده بالاصفر عشان بس تبقى نفس اللون، دي الاخضر اهي، والتانية كانت الاصفر عشان بس ايه برضه واحد يبقى عامل شغل للناس. حلو. السؤال الثالث ده نمرة بي، نمرة سي بيقول ايه؟ طبعا ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا محمود افندي؟ ايه. كويس، يبقى ده ايه؟ وده بي. كويس جدا. الاجابة نمرة سي ايه بتقول ايه؟ express the relation as order pairs. الريليشن هي ايه؟ اقول له الريليشن بتاعتي نمره سي اهي، ده السؤال نمره سي. فين السؤال نمره سي؟ سي بيقول ايه؟ الريليشن هي ايه؟ y equal، يلا y equal ايه؟ قلناها قبل كده ها؟ 2 2 تايمز x بلس 5. ده دي الريليشن اللي عملناها ولا لا؟ هي دي الريليشن اللي عملناها، دي الاجابه رقم سي. السؤال اللي بعده express the relation as mapping. المابنج اهو ده اللي قدامي، ده المابنج، المابنج از تيبل. يلا المابنج يعني اعمل ايه؟ اكتب اكس كده ماشي. فين الاكس؟ يعني مابنج يعني اعمل ايه؟ اكتبها جوه ايه، براكت ولا لا؟ الاكس كده براكت. يلا قول معايا 0 1 2، قول يا ابني 0 1 2 3 4 5 6 صح؟ 1 2 3 4 5. الواي، الواي كانت بكام؟ يلا براكت بكام؟ كل واحده قدامها بتاعتها، ده المابنج. تعمل عليها براكت بس، ترسم عليها براكت انت ماشي؟ دي تشيلها، ده المابنج. نقول دي الاجابه رقم كام؟ رقم دي اللي بتعمل فيها براكت. فاكرين البراكت؟ فاكرين براكت ولا نسيتوه؟ نعمل عليها براكت كده ونوصل بينهم. الواي كانت بكام يا كابتن؟ طلعت اهي. تقول له خد دول بقى بدل ما نقعد نضيع وقتنا، كنترول سي، حطهم لي هنا ايه؟ بيست فاليو. فين بيست فاليو؟ دي الفاليو. خلاص خلاص خلصنا كده ونوصل بينهم. بعد كده ديترمن ذا دومين اند رينج. يلا الدومين ايه والرينج ايه بسرعه؟ يلا قول لي نمره اي، نحل نمره اي. وات ذا دومين؟ اي. يلا محمود اي. الدومين هو ايه؟ دومين. وات ذا دومين؟ الدومين هو ده صفر. قول يا ابني افتح قوس صفر 0 و 1 و 2 و 3 و 4
و 5 مش ده الدومين؟ يلا حد يقول لي الرينج هو ايه؟ رينج بسرعه. الرينج 5 7 كل دول نخليهم ايه بقى من على الشمال كده؟ ايوه كده رينج. يلا رينج كنترول سي كنترول في. ما هو الرينج؟ يلا يا كابتن قول رينج. برافو. ابتدى من كام يا كابتن؟ برافو. 5, 7, 9, 11, 13, 15. خلص الموضوع. بعد كده عايز نمرة اف. اف بتقول ايه؟ السؤال نمرة اف. قول يا ابني اف اهو. قول الاف. ترمز الدومين اند رينج. خلصناه. ده الاف. انت عايز الجراف. اه دي الاف على فكره. دي الاف. الجراف هنعمله بعدين. واخر حاجه ايه؟ ديترمن ذا ريليشن از فانكشن اكسبلين. يس ات از فانكشن. اقول له هنا ايه؟ جي. يس يس ات از فانكشن. ات از فانكشن. فانكشن واي از ايتش فاليو ها ان اكس ان اكس has only only what one value in y. صح ولا غلطان؟ هو ده. ده معنى مين؟ ده معنى مين؟ yes it is this way. يبقى دي نمرة جي خلصناها. نمرة اتش. اتش بيقول ايه؟ describe what happening in the graph. طب تعال نشوف بقى الجراف. الجراف يترسم ازاي؟ دي معلومات عامة. الجراف هنا باخد الجدول ده كده اقول له هقول له هنا في ايه؟ جراف insert جراف. فين جراف؟ او كل دي جرافات. اخد اني جراف؟ اخد بتاع اللاينز احسن حاجه. اقول له خد لي الجراف ده. هنعمل الجراف او اسمه بس هنعمل الجراف. جبت الجراف بيقول لي هتعمل مين ومين؟ قلت له الجراف اللي هعمله هو دول اكس واي. هو ده كده. اقول له كده ايه؟ وقفت على دول واقول له لو سمحت انسرت جراف انجليزي. جراف ده عمل لي جراف للايه؟ للاثنين الاكس والواي. وعمل دي كده. انا عايز الاكس تكون افقي والواي راسي. اخد بس الاكس لوحدها. اخد الواي قصدي اهو هنا هي دي الاكس والواي. خلي الاكس هنا والواي هنا. ده الجراف بتاعها. ماشي يا كابتن؟ اهي لما الاكس كانت بواحد والواي كانت بخمسه، لما الاكس كانت باتنين كانت الواي بكذا. خلص الموضوع. يبقى انا عملت الجراف ولا لا؟ اهو اكس وادي واي. وترسمه على هذا الاساس. ممكن تطبعه ترسمه بايدك. تطبعه كمبيوتر هتعمله ايه؟ ده بوكلت. يعني ايه بوكلت؟ تبعت البحر. تمام كده خلصنا يا استاذ. كده خلصنا. أو ناخد دي من اول هنا ونقول له اعمل جراف. فين جراف؟ انسرت جراف على هذا الاساس. بس كده خلاص عملنا الجراف. نكتب بايدينا هنا اكس وهنا ايه؟ واي. فين ايدينا؟ ازاي نروح على هوم؟ كنترول سي احط هنا اكس كنترول دي واحط هنا واي. احط هنا كنترول سي احط هنا واي. خسرنا حاجه؟ دي واي ودي اكس. ايه؟ ايه دي؟ ما هي دي نمره ايه؟ اه ده الاجابه بتاعت نمره ايه؟ ده الاجابه بتاعت اتش. اتش وات از هابينج ان ذا جراف. نمره اتش نقول له كده اتش بتقول ذا جراف هابينج ان ذا جراف. ذا جراف سوري ذا فين الكابيتال. ذا جراف جراف ريبريزنتس presents linear equation linear يعني هو عنده خطيه خط linear equation line يعني عامله line. ده line ولا لا؟ linear equation in case we put a pencil vertically vertically what will happen يا محمود افندي؟ what will happen vertically what will happen it will cut it will intersect with the graph what one time only one time at each انا غلطان. بيتحول كل مره بيتعمل ايه؟ بقول له كده دخل لي كده ان كيس وجبت الجراف وبقول له دي كده هاتها لي كده جراف كنترول اكس ونحطها هنا كنترول في كده. خلاص خلصنا الموضوع تماما. لحظه بس ونقول له دي كمان هات لي حته كمان كده اهي كنترول اكس كنترول في.
خلاص خلصنا الموضوع.